فمع مجلس جديد من منازل الإيمان ذكر قبل نذكر منه حلقة ثانية لما له من أهمية واعتبار في حياة الإنسان عامة وفي حياة الإنسان المؤمن خاصة، وذلك منزلة التفكر التي سبق شطر منها. فقد سبق البيان إذن أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفكر، منزلة التفكر التي سبق بيان مراتبها وتجلياتها، وكان من ذلك التفكر في الزمان. والتفكر في الزمان أهم ما يستثمره العبد منه، التفكر في عمره هو، لأن الزمان بالنسبة للإنسان إنما قيمته وإنما خطره بما يأكل من عمره. وإنما الإنسان كما بينا في غير ما مناسبة إذا أردت أن تعرفه تعريفا وجوديا، وأقصد بالمعنى الوجودي هنا يعني المعنى المنطقي العام، أي من حيث هو موجود الإنسان، إذا أردت أن تعرفه بهذا المعنى فإنما هو مرحلة زمنية، تاريخ ولادة وتاريخ وفاة، هذا هو الإنسان. فما تنجزه من خير أو شر وما تقترفه من أعمال في هذا الاتجاه أو ذاك، كل ذلك إنما يقع ضمن عمرك. هذه الفرصة التي لا تتكرر والتي لا تتعدد، وهي نعمة عظمى أعطاها الله جل وعلا للإنسان، تلخص قصة وجوده من بدايتها إلى نهايتها. هذا العمر عليه المدار، عليه المدار في الشأن كله، في أمر الدين والدنيا، ولذلك وجب التفكر فيه. وقد بينا كيف أن الله جل وعلا نبه الإنسان إلى مرحلة ما قبل العمر ليعرف قيمة هذا العمر، في قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وخلاصة التفكير في العمر واقعة أساسا على المنجزات. ماذا أنجزت أنا وأنت أيها العبد؟ ماذا أنجزت من عملك في عمرك؟ وقد علم أن في الحديث الصحيح أن من بين ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وعن عمره أو شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، هذا العمر الذي أعطي لك رأس مال باعتباره رأس مال، وجب أن تخرج وأن تبين الربح من رأس المال هذا يوم القيامة. لا يجوز أن يأتي العبد ربه يوم القيامة بعمر خاسر والعياذ بالله، بل يجب أن يكون العمر رابحا، وربح العمر هو بركة ذلك العمر وزكاته من الأعمال الصالحة، حيث تغلب على حياة العبد ويكون خيره أكثر من شره وفضله أكبر من نقصه. هذا هو العمر المبارك، وهذا هو الإنسان الرابح الفائز فعلا. التفكر إذن قلت في العمر هو تفكر في الأعمال، والتفكر في الأعمال كما ورد في الآيات والأحاديث بالاستقراء التام الشامل ينقسم إلى قسمين: أن تتفكر فيما أنجزت فعلا وما حققت، وأن تتفكر فيما يمكن أن تنجز، أي في الآمال التي تعقيدها على الغدي أو على المستقبل. والتفكر في الأمرين معا فيه نوع من الاختبار والتمحيص والمحاسبة للنفس عن ماضيها وعن مستقبلها. أما التفكر في المنجزات، إذا قصد الإنسان يتفكر في الأعمال اللي انجزها فعلا ودارها، فإذا إما أن تتفكر في الأعمال التي هي من السيئات مما اقترفت في حياتك، هل تبت منها فعلا، وهل عملت من العمل ما يربو في ميزان الشرع على تلك الأعمال الفاسدة، هل عوضتها بالخيرات والبركات حتى لا يثقل ميزانها يوم القيامة على ميزان الحسنات، لأن في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فهل أتبعت فعلا سيئاتك بحسنات لمحوها ولجعلها تتحول بإذن الله عز وجل هي نفسها إلى حسنات؟ هل حصل هذا منك؟ وتوبتك هل فعلا توبة نصوح؟ هل أنت جاد في التخلي عما تقترف من السيئات من المأكل الحرام والمشرب الحرام والمطعم الحرام والمنظر الحرام وغير ذلك من موبقات الأعمال وكبائرها وصغائرها؟ فإذا تبت فعلا من العمل وجب أن تحقق توبتك تلك. هل انقطعت فعلا لله لا ترجو شيئا غير وجهه، أم انقطعت لأمر آخر لرياء أو سمعة أو خوف من الناس أو غير ذلك من الاعتبارات الباطلة التي لا تحقق معنى العبودية لله الواحد القهار؟
وإنما التوبة ما كان لله خالصا، وإنما العمل الصالح ما كان لله خالصا. فهذا يقودنا إلى أمر آخر في التفكير في الأعمال، لأن هذا تفكير في الأمور السلبية، كيفاش الإنسان يعني يتخلص منها. فالتفكير إذن في الأعمال بعد ذلك يكون أيضا تفكر في الأعمال الصالحة، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، كل فعل الخير والبر من أصول الأعمال وفروعها. هل أنجزت ما أنجزت فعلا وأنت على يقين بأنك إنما أنجزته عبادة لله مخلصا ومخلصا، لا ترجو من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا تسميع. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما رواه البخاري: من سمع سمع الله به يوم القيامة، نعوذ بالله من تسميع، من شقى شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. والمقصود بالتسميع أن تعمل العمل الصالح وتقصد إلى أن يسمع الناس ذلك عنك ومنك، باش يقولوا فلان دار وفلان كذا وفلان كذا. فهذا التسميع يبطل العمل والعياذ بالله، ولا يجعله خالصا لله، فلا يقبله الله جل وعلا عبادة، لأنك إنما عبدت به شهواتك، وإنما عبدت به نفسك، وإنما عبدت به أهواءك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه وثنية خفية. فلو رجعت إلى نفسي وجعلت أمحص أعمالي فعلا، ماذا يخلص لي منها على أنه إنما فعلته لله حقا؟ لأنك إذا فعلته لله حقا فقد خالص لك، بمعنى أنه عمل فعلا ترجو حسناته عند الله جل وعلا. وما من عبد الله شك إذا راجع نفسه في هذا الاتجاه إلا وأصابه الفزع وأصابه الخوف، إن كان عبدا لله حقا. فإذن تفكر في المنجزات يجعل العبد يفزع إلى الله جل وعلا رغبا ورهبا، لتعويض ما فات عسى، لتعويض ما فات عسى أن ينال خيرا عند ربه، عسى أن يستقيم على منهاج ربه، عسى أن يمن الله عليه بتوبة النصوح تغسل ماضيه السيء وتجعله على صفحة جديدة من القبول والرضا عند الله جل وعلا. فكل هذا إنما هو نتيجة التفكر، هذا العمل العظيم وهذه المنزلة العالية التي أغفلها المسلمون في غالب أحوالهم اليوم. أحوال المسلمين الآن في هذا الزمان بما ظهر عليها من الفساد دال قطعا على أن الناس تبلد حسهم، وما عاد أحد منهم يتفكر في نفسه وفيما حوله إلا قليلا قليلا قليلا. فإذا تفكر في العمر بما هو أعمال يقع من العبد هذا الموقع، ثم يتفكر في المستقبل، يعني التفكر في الأعمال كله حول المنجزات، وهذا نوع من التفكر في الماضي ديال النفس الإنسانية. تفكر في المستقبل، تفكر في المستقبل أشد على النفس الإنسانية، لأنه يعني ملي كتفكر في الماضي راك تفكر في حاجة اللي وقع وراك درتها من الخير والشر، إن كان خيرا تمحصه أهو لله، وإن كان شرا فأنت ترجو أن تتوب منه، وذلك أيضا عمل حسن، التوبة من السيئات أمر حسن، فترجو أن تصنع شيئا في تلك اللحظة. ولكن التفكر في المستقبل اش معناته؟ أنك بغي تدير الخير وبغي 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 تريد، ولكن هل يتاح لك ما تريد؟ لأن التفكر في الماضي تفكر في شيء حاصل، أما التفكر في المستقبل فهو تفكر في أمر ما يزال في غيهب الغيب. هل تضمن غدك؟ هل تضمن زيادة في أيامك؟ هل تستطيع أن تحدد ميقات رحيلك فتزن ما بقي لك من الأيام والأشهر والأعوام على وزان ما يمكن أن تصنع؟ لا أحد من الإنسان يستطيع ذلك. إذن التفكر في المستقبل كله، أي التفكر كله في المستقبل ضرب من تمني لا أقل ولا أكثر. فيتعلق العبد بالرجاء، الرجاء في الله جل وعلا أن يبارك له في عمره وأن يبارك له في عمله، عسى أن يعمره بما يرضي الله جل وعلا. ولا يزيد التفكر في المستقبل الإنسان المؤمن لا يزيده ذلك إلا خوفا ورهبا أن يكون فعلا ما أنجز من ماضيه لا يساوي عند الله شيئا، فيزداد تعلقه بالله ويقوى رجاؤه بالله وفي الله. الرجاء في الله يشتد ويقوى ويصبح الشوق إلى رضا الله وإلى أيام خضراء من مستقبل قريب، يصبح هذا الشوق أشد اتقادا. فالمؤمن إذن بهذا الأمر وبهذا النوع من العمل التفكري تنشط قدماه
في سياق السير إلى الله جل وعلا، يحس بواحد الرغبة واحد القوة شديدة في عمل الخير وفي إنجاز الحسنات في مستقبله القريب الذي يبدأ بالدقائق الأولى التي تلي لحظة التفكر. يعني مجرد ما كتخرج من اللحظة ديال التفكر والتأمل كيوقع لك واحد النشاط في الخير وواحد الشوق شديد لأن تصنع شيئا حسنا. ولذلك أمرنا في كتاب الله في غير ما آية وغير ما صورة بالتفكر، سواء بصريح العبارة بالفعل المشتق من هذا أو بمعناه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كما أسلفنا وبينا فيما تيسر بيانه في الحصة السابقة من هذه الآية وصنوتها أيضا من قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن قلنا التفكر ينتج الوجل، ينتج الخوف، ينتج الرهبة في القلب، ينتج الخشية لله الواحد القهار، وكل ذلك حسن مطلوب. وتلك كانت أحوال الأنبياء والصديقين فعلا من الأمم السابقة ومن هذه الأمة. إذن هذه خلاصة للتفكر في العمر مما يتعلق بمعنى التفكر في الزمان. هناك باب آخر من أبواب التفكر في الزمان، وأنا أعطي غير إشارات ورؤوس أقلام ليعني يسع هذا الوقت المحدد الآن يعني هذه المعاني الكبيرة، لأنها معاني كبيرة جدا في الدين، ويعني القصص القرآني كله يمضي في هذا السياق، لأن طبيعة القصص القرآني الذي يقوم على معنى العبرة والاعتبار والأخذ بالسنن الإلهية لبناء النفس والمجتمع كله كيتعلق بمفهوم الزمان، مفهوم الزمان كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. قلت المعنى الثاني من المعاني الكبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تفكر في أحوال الحوادث التي تقع في زمانك الذي أنت تعيشه، لأن ما راكش غير أنت اللي كاين في الأرض، كاين أنت وكاين الناس، والناس كلهم يحدثون ما يحدثون ويحدث بما يحدثون حوادث. يعني بنادم كيتصرف في الحياة ديالو بصفته فرد بصفته مؤسسات، يعني مؤسسات ودول وجماعات وأمم وحضارات واقعة تتدافع أو تتصارع أو تتحاور أو تتسابق في الخير وفي الشر، فيحدثون ما يحدثون وكيوقع في الأرض حوادث. هذه الحوادث واجب على المؤمن أن يتفكر فيها، لأنك تتعلق به هو أيضا شخصيا في حياته، إما بأمر يهدده أو بأمر يبشره، باعتباره مؤمن يعبد الله في الأرض أبد. وتفكر في هذه الحوادث إنما يكون من باب التفكر في السنن التي شرعها الله جل وعلا في الكون وفي النفس وفي التاريخ، يعني سنن الله عز وجل التي هي القوانين التي أنزلها والتي وضعها في الطبيعة وفي النفس الإنسانية وفي الاجتماع البشري والعمران الإنساني. كلما حدثت حوادث إلا كانت هذه الحوادث علامات على نتائج ستقع حتما، فأنت آنئذ إذا كنت متفكرا تهيأت لنتائجها وتأهبت لتلقيها، فإن كانت من الخير كنت من المسارعين فيها، وإن كانت من الشر عرفتها وقرأتها وفهمتها ففررت منها فرار الإنسان من المجذوم أو فرار الإنسان من الأسد كما يعبرون. في كتاب الله وفي سنة رسول الله رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا علامات، علامات هذه العلامات هي عبارة عن مقدمات لواحد النتائج، وهذه اللي كتسمى بالسنن. كيقول لك ربي تعالى لو وقع كذا ووقع كذا رد بالك راه النتيجة غتكون كذا وكذا وكذا وكذا، وورد هذا في القرآن وفي السنة كثير. ومن ذلك سؤال من سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا ظرف زمان يتعلق فيه معنى الشرط، ظرف زمان يفيد المستقبل فيه معنى الشرط، يعني هذا التعبير هذا النحوي نعطينا المعنى دياله بالمعنى العملي، بمعنى أنه هذا إذا كتقول لك باللي راه كاين واحد الوقت كيوقع واحد الوقت ظرف زمان وقت، هذا الوقت كيقدر يجي، فإذا فيه معنى ديال المستقبل، إلى جاء راه غادي يعطي واحد النتيجة وديك النتيجة كتكون حتمية، فيه معنى الشرط لأن الشرط عنده الحتمية، إن تنصروا الله ينصركم 100%، ولكن حقق أنت جملة الشرط أي تحقق جواب الشرط باليقين لأن الله لا يخلف الميعاد. فحينما سألت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخباث. أخذ من ذلك سنة، أخذ من ذلك سنة، سنة من سنن الله الاجتماع البشري، حينما يفسق الناس
ويتسابقون إلى الفواحش ويعلنون بها إعلانا، فمعنى ذلك إذن أن سنة الله القدرية من عذابه وعقابه نعوذ بالله من غضبه تتدخل لإرجاع الناس إلى الحق بإهلاك من تورط في ذلك، وقد يقع في المهلكة بعض الصالحين كما في الحديث أنهلك وفي الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا كتاب الله، فهذه السنن تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة كما بينت قبله. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ماشي كتضرب غير اللي ظلموا، حتى اللي ما ظلموش، حتى اللي ما فسقوش وما فجروش. نعم يوم القيامة يبعثون كما في حديث صحيح، يبعثون على نياتهم، يعني قضية الأخير حساب آخر، كل واحد العمل دياله. ولكن والعياذ بالله إذا جاء غضب الله فقد يجمع فيه كل شيء، وبعدله ورحمته، وما أنا بظلام للعبيد. وغنبين علاش السبب في ذلك؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صمام الأمان ديال الناس، الضمان لاسيرونس ديالهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، استحقوا بذلك العذاب، استحقوا بهذا الشنيع العذاب. فالله جل وعلا لا يهلك القرى المصلحة، وقد تهلك الصالحة إذا كثر الفساد فيها وأعلن الناس الفاحشة ورضي الباقي بذلك وتواطؤوا عليه والعياذ بالله. هذا من تفكر في حال الزمان، باش الإنسان كعرب بالله عايش في واحد المرحلة تاريخية خطيرة، فيتأهب ويستعد ويحصل بقلبه من الخوف من الله جل وعلا أضعاف أضعاف ما يحصل مما لو بقي منغلقا على نفسه لا يقرأ الحياة الجارية حواليه. ويفيده ذلك في أمرين: أولا أنه يمشي يقلب على أسباب النجاة، السفينة كتغرق تبقاش تفرج تشوف فيها، دبر حاول ما يمكن تنقذ السفينة كلها، لأن إنقاذك السفينة جميعا إنقاذ لنفسك، وإنما تنقذ السفينة بتجرد أهل الخير والصلاح للإصلاح، ولا يكفي أن يكون الناس صالحين بل وجب أن يكونوا مصلحين. هذه الأمة من قدر الله جل وعلا عليها أن أخرجت للناس مصلحة وليست صالحة وحسب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس من حيث هي صالحة ولا من حيث هي يعني عرق معين أو جنس بشري معين كما كان الأمر فيما كان قبل في بني إسرائيل، كتسموا بنو إسرائيل أولاد سيدنا يعقوب، فإذا ورثوا الصلاح على أبوهم، فلما فسقوا غضب الله عليهم. لكن هذه الأمة ما هو مولد حد، هذه الأمة كلكم لآدم وآدم من تراب، كاين اللي جد ما نعرف فين واصل لبني إسرائيل من اليهود الذين أسلموا، ومن العرب العاربة والعرب المستعربة، ويعني الأمم من العجم شتى، يعني الدماء اختلطت أنسابها في أمة الإسلام وانصهرت، وصارت العقيدة الإسلامية هي الانتماء الوحيد لهذه الأمة، ومن زعم غير ذلك فقد كذب. كاين شي واحد اللي عنده اليقين المطلق أن الدم ديالهم صفي للنسب الفلاني، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، والمجي الأنساب والأشجار ديال الأنساب اللي عند الناس وتطبق عليها الجرح والتعديل ديال علماء الحديث، ما تلقى غير الحديث ضعيف والموضوع أيضا، أما يوصل زعما السند ديال هذاك الشيء لدرجة الصحيح كما هو عند البخاري ومسلم فهو من أندر النوادر. كيمشي أربعة ولا خمسة ولا سبعة ديال الجدودة وكيبقاو قيل وقالوا وزعموا وزعمنا، هذا هو التاريخ أكو داير. فلذلك إذن أقوى رابطة لهذه الأمة اللي تعول عليها الأمة الإسلامية، أقوى رابطة إنما هي رابطة الدين، وهذا الدين الذي أخرجنا به للناس عنده واحد الطبيعة أكو داير الإسلام، هذه الطبيعة هي الإصلاح، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك تميزت هذه الأمة عن كل الأمم السابقة، ولا تنجو إلا إذا أخذت بخاصيتها، لأن ما كانش الأمة المصلحة ما عندها لاش تبقى عايشة في الأرض، لأن ربي تعالى جابها هذه الأمة نسخ بها الأمم السابقة وأنزل القرآن نسخ به الكتب السابقة وهيمن عليها، باش بكون هذه الأمة أخرجت للناس مصلحة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الخاصية.
فإذن خاصية ديال الوجود ديالنا والشرط ديال الوجود ديالنا علاش توجدنا لنصلح. فإذن إذا كان هذا الشرط ما عندناش ما بقينا الصالح الوجود. احنا ماشي بني إسرائيل، رحنا كاينين لأن بنا إسرائيل، لا، كما كان في قصة أهل الكهفي وكان أبوهما صالحا. هذه ما خدمش عندنا في هذه الأمة، اللي خدم عندنا هو أنت من وماذا تصنع، أنت من وماذا تصنع، لا من أبوك ولا من جدك ولا ما نسبك، أنت من وماذا تصنع. فإذا كنت مسلما تنتمي لهذه الأمة فماذا إذن تصنع من الشرط الذي التزمت به بانتمائك لهذه الأمة؟ والشرط ماشي انت اللي كديرو، ربي اللي دارو، هو أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مصلحا. ولذلك في الحديث يعني أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواترة، يعني بغض النظر عن القرآن، القرآن خلاص يعني الآيات كثير كما تعلمون، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متواترة بمجموعها تفيد القطع الكلي في أن هذه الخاصية بها تتميز الأمة الإسلامية. ومن ذلك من أشد الأحاديث في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عما يسأل به الله العبد يوم القيامة حينما يتمثل أو حينما يمثل بين يديه، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يسأل العبد حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، النهار الفلاني، الساعة الفلانية وقع منكر إزاءك قريبا منك وأنت شاهد ولم تغيره، فلما لم تغيره؟ فبزاف الناس كيشوف اللي راه يعني السؤال أو الحساب يقع فقط على يعني ما أنجزت من العمل الصالح أو ما اقترفت من العمل يعني الحسي من السيئات. لا، أيضا هنالك شيء آخر وهو سكوتك، هذا عمل، هذا عمل أيضا. والترك عند علماء أصول الفقه فعل من الأفعال، ترك إن بني على قصد، ومنه هذا تركت أمرا وجب أن تصنعه، لما تركته؟ حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، لما لم تغيره إذ رأيته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام متمما فإذا لقان الله العبد حجته، يعني إذا رب تعالى علم في قلب ذلك العبد إيمانا وصلاحا وعذرا كيعطيه واحد الحجة باش يعني ربي تعالى يسلكه، فإذا لقن الله العبد حجته قال يا ربي رجوت رحمتك وفارقت الناس أو خفت الناس. في ذيك اللحظة كان داك شي جهد مني ما قدرتش نهضر، فرجوت رحمتك وخفت من الناس لو فعلت لا فعلوا بي كذا وكذا وكذا. وإنما تكون حجة يلقنها العبد إذا كان صادقة، ما غاديش يعطيك ربي التلقين وانت ما عندكش. فمن منا فعلا يرى المنكر ولا يغيره بهذه الحجة؟ قليل. وأنا على يقين بأن 80% من المنكرات الواقعة في المجتمعات اليوم لا نتحرج من تغييرها خوفا من أحد، لا، كاين أشياء فعلا معروفة أنك لو تكلمت فيها ربما تحقق أو أصابك بعض الأذى، كاين، ولكن الأغلبية الصحيحة من نوع المنكر الموجود ما فيه شيء الأذى البدني، فيه الأذى النفسي. ما نرضاش، هل المشكل اللي كاين، ما نرضاش نقول لواحد شي كلام، واحد النصيحة ما نرضاش يرد عليا، يقول لي أنت سوقك، النفس ديالي كيجيها الكبر، ما مستعدش نسمع هذه الهضرة هذه. أو تكون أنت خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمع ما سمع من الأذى على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني؟ نجلس مع واحد نشوفه في واحد الحالة شاب وشابة في واحد وضعية سيئة، عارف إلا عرفت أنا نتكلم معهم بواحد الأدب رفيق ورقيق، يعني أقل ما يكون أنه يعني غيخلي له هذيك الخدمة، واخا ما ينقطعش على المنكر في ديك اللحظة غادي يبدا يفكر في ديك الحالة ديالو ماشي هي هذيك. ولكن كيجي إبليس يبدا يقول لي غادي يقول لك شي كلمة وينقصك ويقول لك أنت متخلف في مخك ويدور فيك. فإذا هذا أذى نفسي، أنا النفس ديالي فيها الكبر، ما راضيش نسمع هذا الهضرة منه. ولذلك فعلا الحجة للعبدي ضعيفة جدا في مثل هذا السياق، بل لا حجة له، نسأل الله العفو والعافية. هذه المشكلة الكبرى الآن، ضرب من الكبرياء النفسي، ما عندناش الاستعداد نتحملوا الأذى النفسي، ماشي مادي ماشي مالي، ما غيمشي لك لرزقك، ما غتأذى بدنك، ما غيوقع لك حتى شي حاجة، وإنما النفس ديالك الكبرياء ديالها ما مستعدش تجرح في سبيل الله. والمصيبة أن هذا يصل واحد المستوى مرضي إلى أن يصل إلى داخل الأسرة، تولي المرأة ديالك ما قادش تقول لا لأنها تعايرك، هتقول لك وبناتك وبنوك وهكذا، تكن ولي واحد الكتلة من العقد النفسية والاجتماعية يحول. وهذه صنيعة شيطانية، راه إبليس كيبني هذا الصدع، هذاك الصدع اللي يدور بالسلك ديال الضوء ويخليه ما يدوش شيء الضوء صافي، يعني هذا الصدع وهذا هذا الران بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام، تعبير القرآن الكريم كلا بالرانة على قلوبهم
ما كانوا يكسبون. يعني هذا الران فذلكم الران في الحديث، هذا الران الذي يرين على القلب ويجعله مجخيا كالكوزي حل الإبريق الذي طبخ فيه ما طبخ ولم يغسل، ثم طبخ ولم يغسل حتى تكلس بالأوساخ وبالطبقات السوداء من الوسخ، فما جعل بعد ذلك الران لما يطبخ في الإبريق ذوقا. تعود تطبخ فيها عجل ما تلقى فيها ذوق، تلقى فيها غير الذوق ديال الفساد وديال الوسخ. هذا الأمر كيوصل كيخسر العلاقات الاجتماعية وكيخليها منقطعة، وهذا أمر نشاهده فيما بيننا. يعني كتلقى سبحان الله العظيم يعني الأسرة الواحدة حل بيناتهم انقطعة، متعاديين، هما ما متعاديينش، ولكن الطبيعة اللي نشوع عليها أفسدت العلاقات بسبب هذا الإحساس الشيطاني اللي كيخلي الإنسان فيه كبرياء. ما نهضرش مع أخويا، ما نهضرش مع أبا، ما نهضرش مع بنتي، ما نهضرش مع ولدي، وهكذا وهكذا. والشيطان يغزو بحوافر الأسرة ويدمرها من خلال وسائله التي هي لا تكاد تحصى ولا تحصر بسبب كثرة الفتن في هذا الزمان. فالمؤمن إذن حينما يقرأ حوادث الزمان بهذا المنهج القرآن الذي تحدثنا عنه وهو منهج السنن، ويشوف مقدمات خطيرة، وهذه المقدمات الخطيرة من شأنها أن تنتج نتائج ومسببات خطيرة، فوجب إذن أن يسارع إلى النجاة، ولا نجاة إلا في الانخراط الكلي في أوامر كتاب الله وسنة رسول الله بأخذ الصفة الإسلامية بقوة. الصفة ديالك بصفتك مسلم خذها بقوة وتمثلها كامل التمثل، فتكون مسلما فعلا إيجابيا مؤثرا لا سلبيا. لو فعلا المسلمون اليوم شدوا بقوة على حاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ذوبتهم الوسائل المفسقة والمدمرة للبيئة والمجتمع، ولكن مع الأسف الشديد كيدخل لنا الفساد شيئا فشيئا فنقره في أنفسنا. والمثال الدائم الذي أمثل به نظر لطغيانه وتفشيه مستوى ديال العري اللي وصلت له المرأة. المرأة ليست مسؤولة وحدها إطلاقا، وإنما شريكها أخوها وأبوها وزوجها، لأن احنا قبلنا هذه الوضعية. كون ما قبلناش ما تنضر الشيء في وسطنا. قبل ذلك الزوج والأب في بنته، والزوج في زوجته، والأخ في أخته، شيء طبيعي. أما لو أنه فعلا الأسرة المسلمة كانت متماسكة ما تخليش المنكر يدخل لها، لما استطاع أن يفشو هذا الفساد. لما كتجر عليه فلانة تقيس عليها فلانة وهكذا وهكذا، حتى صار النساء يتسابقن نحو الهاوية، يتسابقن في إبراز المفاتن والفحش. ولكن هذا راه مقياس حراري ترمومتر كيعطيك مستوى ديال الغيرة عند الرجال، راه تحت الصفر. ما عاد أحد يغار على ابنته ولا على زوجته ولا على أخته بسبب التطبيع النفسي الذي حدث لنا مع المنكر، وبسبب غياب التفكر، تفكر العقل ولا بليد للإنسان، فيرى الفحش في نفسه وفي زوجه وفي إليه كيجي عادي بسبب أن حاسة الأمر المعروف عنده معطلة. وما تعطلت تلك إلا بتعطل فكره، الفكر الذي يتفكر الذي ينبوع من قلب الإيمان، القلب المفعم الإيمان وقف، يعني الموتور ديال الإيمان عنده معطل بسبب التكلس، بسبب الصدى، بسبب الران الذي ران عليه فثبطه فأثقله إلى الأرض وأخلده إليها وإلى أسبابها. ولذلك القرآن الكريم حينما جعل التفكر علة وجعله هدفا في الوقت نفسه لم يكن ذلك عبثا، لأنه صمام أمان كيضمن الحمية والحماية للبيئة الإيمانية، ويضمن أيضا الهداية للفرد وللجماعة. فإذا عطله الناس تعطل في حياتهم كل شيء من الخير والخيرات. لا يجوز لإنسان أن يهمل التفكر في نفسه وفي أهله وفي الزمان الدائر الجاري حوله، الزمان الجاري حوله، لأن الزمان ماشي هو الليل والنهار والشمس شرقات والشمس غربات، الزمان هو الحوادث التي تقع. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمان الحقيقي هو ما ننجزه فيه، وإلا من ناحية الوجودية الفجر ديال البارح بحال الفجر ديال اليوم بحال الفجر ديال غدا، ومن ناحية الفلكية الشهر هذا بحال الشهر اللي فات بحال الشهر اللي جاي. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا شيء، ولكن الفرق يتميز بالتاريخ البشري، هنا كاين الفرق. فإذا الإنسان الذي يفعل في الزمان ما يفعل هو الذي يعطي التميز للأزمنة وللأمكنة أيضا، أو بالأحرى الحدث، الحدث يعني فعل شي حاجة دارت، الحدث هو الذي يعطي الزمان قيمته، وذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني المنطق ديال الزمن في القرآن وفي السنة هو هذا. فمثلا أعطي أمثلة مما يحضرني الآن، شهر رمضان إنما قيمته بما أنزل فيه من القرآن بنص الكتاب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك أمرنا بصيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني قيمة رمضان بما وقع فيه من حادث كوني رباني، لما ربي تعالى قضت قدرته وتجلت حكمته في أن ينزل القرآن في هذا الشهر، كان لهذا الشهر ما كان من القدسية والعظمة عند الله وفي الملأ الأعلى وعند المسلمين عبر التاريخ. وقد ثبت في الحديث أن كل الوحي أنزل في رمضان، يعني صحف إبراهيم، موسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كل ذلك أنزل في رمضان، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. وكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم الخاتم لكل الكتب المهيمن عليها أنزل في ليلة القدر من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، كله أنزل في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا، وذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية الأخرى في ليلة مباركة. ثم أنزل بعد ذلك تبعا إلى الأرض عبر مدة 23 سنة، ولكن اللحظة الأولى يعني اللي غادي ينزل فيها الأرض طبعا أنزل أيضا في رمضان، سورة العلق، أو بالأحرى أوائل سورة العلق. فكان إذن لرمضان قيمة كونية كبرى دينية عظمى. رمضان شهر بما كان فيه من عمل، بما كان فيه من قدر نزل من عند الله جل وعلا. وليلة القدر في رمضان قيمتها بما أنزل فيها من القرآن وبما يقع فيها من تنزيل مقادير الخلائق، تنزيل مقادير الخلائق في ليلة القدر، كتوقع فيها حوادث كونية كبرى تحكم العالم إلى سنة قابلة، كانت لها يعني قيمة خاصة عند الله عز وجل وعند الناس أهل البصيرة، ولذلك يتعبدون الله جل وعلا تلك الليلة. أيضا الجمعة، ما قيمة الجمعة؟ ماشي لأنه نهار كتشرق فيه الشمس وكتغرب، سائر الأيام كذلك، إلى تلف لك الحساب ما كتعرف الجمعة من السبت كيف كيف، ولكن قيمة الجمعة عند الله عز وجل بما وقع فيها من أعمال وبما وقع فيها من مقادير إلهية وتدبيرات ربانية. ففي الجمعة خلق الله آدم، نهار الجمعة في الحديث الصحيح فيه خلق آدم أي يوم الجمعة، وفيه أهبط الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، نهار الجمعة، وفيه تيب عليه فاش نزلت عليه التوبة، نهار الجمعة، وفيه قبض، نهار الجمعة مات، وفيه تقوم القيامة، نهار الساعة، حيث يطوي رب العزة السماء كطي السجل الكتاب، سيكون يوم الجمعة. فلذلك عظمة الجمعة دين ديالنا، علاش؟ لأنه تقع فيها حوادث، هذا هو الزمن، الزمان في التقدير الإسلامي هو حوادث وقعت وتقع وستقع إلى يوم القيامة. فمن أراد أن يجعل زمانه متميزا عليه أن ينجز فيه أعمال متميزة، وهذا هو العمر المبارك، وحينما تفسد الأعمال فقد فسد الزمان بالتبع، رحم الله الشافعي. نعيب زماننا والعيب فينا، نحن الذين نعطي للزمان طبيعته من الصلاح أو الفساد. فإذا قراءة الزمان مش تقرأ شروق الشمس وتقرأ غروبها، قرأ الناس اش كيديروا وقرأ نفسك اش كدير، فإن وجدت خيرا فحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فبادر إلى إنقاذ نفسك وإنقاذ ما حولك. اللهم اجعلنا من توابين، واجعلنا من متطهرين، واغفر لنا أجمعين، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.